السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة جديدة عبر شاشة السعودية الرياضية عبر برنامج الحدث الرياضي، ركض متواصل كما هو المعتاد خلف كافة الأخبار والمستجدات الرياضية في الوسط الرياضي، بالتحديد دائما ما تكون العدسة موجهة بشكل تام إلى الدوري السعودي، دوري عبد اللطيف جميل، والذي دائما ما تشاهدونه على القنوات السعودية الرياضية. البداية بالعناوين. لاعب الأخضر ينضمون لمعسكر بطولة OSN الدولية، وسالم الدوسري يحضر للمعسكر بالعكازات. القروني يعتمد لاعب الأولمبي استعدادا للتضامن. الاتحاد يقدم احتجاجه لاتحاد الكرة على بطاقة فلاتة. والعثمان أخطاءهم بدائية والتوقف فرصة لهم. رسميا المحياني للشباب ب4 ملايين لموسمين. مجددا التحية لكم مشاهدينا الكرام عبر برنامج الحدث الرياضي، التحية أيضا موصولة لضيفي هنا في الرياض الإعلامي الرياضي الأستاذ توفيق الخليفة. أبو نايف أهلا وسهلا فيك. أمسي عليك بالخير وعلى المشاهدين الكرام، وموسم جديد إن شاء الله مثير. تحية أيضا لضيفي الآخر من هناك من جدة الإعلامي الرياضي الأستاذ فواز الشريف. فواز أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أخوي عبد الله، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى الزميل توفيق. مباشرة أبدأ وإياكم مشاهدي الكرام بتقليب أوراق الأخبار والمستجدات الرياضية. اليوم انضم جميع اللاعبي المنتخب الأول لكرة القدم اليوم الأحد للمعسكر الإعدادي للبطولة أو لبطولة OSN الدولية الودية التي سيشارك فيها 4 منتخبات، وهي الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا وترينداد، بالإضافة لمنتخبنا الوطني، وذلك حسب البرنامج المعد للمباراة المرتقبة مع المنتخب العراقي في 15 من أكتوبر 2013 ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا التي تقام في أستراليا 2015. سيجري الجهاز الطبي للمنتخب الفحوصات الطبية لكافة اللاعبين اليوم، بالإضافة إلى اجتماع الجهاز الفني والإداري مع اللاعبين. الجدير بالذكر بأن المدير الفني للمنتخب السيد لوبي سيقيم مؤتمرا صحفيا يوم غد الاثنين في الساعة 4 عصرا بفندق أديسون بلو. أبو نايف، استعدادا لمواجهة العراق مشاركة في بطولة ودية دولية مع 4 منتخبات أو 3 منتخبات بإضافة لمنتخبنا الرابع. بطولة ضرورية، المشاركة فيها ضرورية، الوقوف على مستويات اللاعبين والمنتخب السعودي أنا أعتقد أنه شيء جميل جدا. فقط يعني إحنا صابنا كمتابعين ومتابعين عن قرب للاعبين السعوديين، أنا أعتقد أنه لم يحالفهم التوفيق في اختيار بعض الأسماء. حقيقة الأمر هناك أسماء الجميع أن نتفق عليها، وهناك أسماء مثلا فيها أخذ ورد، ربما فيها وجهات نظر، ولكن هناك أسماء حقيقة تجاهلها السيد لوبيز، يعني الجميع متفق عليها ما عدا الإدارة الفنية للمنتخب. أنا أعتقد أنه كانت فرصة ضرورية لانضمامه المنتخب، خصوصا يعني لاعبين، يعني أعتقد أنه كان من الضروري جدا انضمامهم المنتخب السعودي. أنت أخذتها من جانب قائمة. أخذتها من جانب قائمة، ولكن كبطولة هي جيدة طبعا، والتواجد فيها جيد، الاحتكاك فيها جيد، الوقوف على مستوى اللاعبين، انسجام المنتخب السعودي مع بعض، هذه ما فيها كلام. لكن يعني دائما نحب أن يكون العمل متقن، يعني حينما تشاهد قائمة المنتخب السعودي ولا تشاهد ناصر الشمراني ولا تشاهد إبراهيم غالب ولا تشاهد عدنان مختار فلاتة، يعني أنا أعتقد أنها يعني مجحفة في حق الثلاث لاعبين، خصوصا إبراهيم غالب ومختار فلاتة الذي قدم مستويات أكثر من رائعة بداية. جميل. يعني كان يجب يعني حتى مكافأته من إدارة المنتخب بالانضمام، وهو يستحق. جميل. ومكافأة المنتخب به. فواز، احنا اليوم 1 سبتمبر والمواجهة المرتقبة مع العراق 15 من أكتوبر، باخذ لك السؤال اللي الإعلام والجماهير تحب تتكلم فيه، انه المسابقات والتوقف وما ادري ايش
والآن تحضير بطولة ودية دولية للمنتخب السعودي في عز المنافسة المحلية، هل في الفعل الاختيار للتاريخ والوقت مناسب جدا ل أو سباق المواجهة المرتقبة في 15 أكتوبر؟ والله أنا أعتقد أنه كان يفترض أنه بعد الجولة الرابعة وأكثر من كذا، حتى اللاعبين يعني يبدو في الظهور البدني الجيد من ناحية اللياقة، لكن عموما البطولة هي تمت وصارت وموعدها صار، أعتقد أنها مهمة للمنتخب السعودي. أختلف مع أخوي توفيق في الأسماء، لأنه الفترة المتاحة القادمة متاحة لظهور هذه الأسماء، بالذات إبراهيم غالب تعرض لإصابة مؤخرا، يعني صعب على اللاعب أنك أنت تجيبه ولأنه مصاب، عشان مثلا هو من أفضل المحاور الموجودين في الكرة السعودية، القادم هو دائما أفضل. إنما هذه البطولة نتمنى هو استمرار نجاح المنتخب السعودي بعد مباراتين اللي هي الصين وإندونيسيا، ونتمنى أن تكون يعني إعداد جيد، طبعا مو بالضرورة تكون لمباراة العراق، لكن إعداد دائم ومستمر للمنتخب السعودي على أن يكون على هبة الاستعداد في كثير من المشاوير القادمة اللي احنا نتمنى فيها عودة المنتخب السعودي. أولا أنا ودي أسلم عليك بالأول، ودي أمسي عليك بالخير، تسلم يا أبو نايف، يعني مشتاقون لك، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للكابتن إبراهيم غالب، كان مصاب وعاد وقدم مستويات جيدة، وكيف يعني تعترض على كلامي على إبراهيم غالب وهم ضامين سالم الدوسري اللي جاي بعكازات المنتخب؟ يعني ما أعرف أنا الحقيقة، يعني معليش قد يكون اختيار سالم الدوسري، يعني أنه إصابته ما كانت معلومة لدى الجهاز الفني وجاء بالعكازات، وأكيد حيرجع، يعني ما حيلعب بالعكازات. تسمح لي فواز؟ لكن فواز ولا هي مسألة هلال ولا هي فواز. إبراهيم شراحيلي قدم مستويات جيدة، أين هو على المنتخب السعودي؟ اسمح لي بس عشان أوضح، مدام أنه كانت هذه النقطة بطرحها أنا بعد ما تخلصوا الحديث في السؤال الأول طرحته على الأستاذ فواز، لكن بما أنه جاء موضوع سالم حيكون في لقاءات توضح، لكن أنا شخصيا تواصلت مع اللي دائم نقدم له الشكر زكي الصالح اللي متجاوب كثيرا مع الإعلام، ذكر لي أنه إحنا كجهاز إداري وفني تفاجأنا بإصابة سالم، هو انصاب وحضر، أولا إحنا نقدر له حضوره وهو مصاب طبعا، واحد. اثنين قال إحنا بالعكس نوجه الشكر لإدارة الهلال إنه دعت للاعب إنه يجي للأوتيل والمعسكر الفريق وهو مصاب، لكن إصابة اليوم قد تختلف عن الغد وعن بعد الغد، ممكن اليوم فيها تورم في المفصل، ممكن بكرة يتغير الإصابة، لذلك اللاعب مع جميع اللاعبين بكرة حيعرضوا لكشف طبي معتاد عليه، بالإضافة إلى سالم حيكون له كشف أشعة مغناطيسية، وبالتالي يتحدد وحيصدر بيان من إدارة المنتخب بيوم الغد للإيضاح عن هذا الموضوع. فواز تفضل. طبعا يعني هذا يمكن أنا ما تواصلت مع إدارة المنتخب ولا عندي خبر بالكلام هذا اللي أنت تقوله، لكن هو يعني تأكيد على الكلام اللي أنا قلته، لأنه استنتاج واضح دون أن أضع خطوط خلف النوايا أو الرغبات، سواء كان هذا هلالي أو نصراوي، أنا استنتجت أنه استدعاء سالم الدوسري دون يعني خبر أنه مصاب وقد يعود، يعني أنا أتمنى أنه حتى ما يشارك لي، لأنه قد تتضاعف الإصابة على اللاعب والدورة هي دولية ودية ونستفيد من اللاعب في الأيام القادمة. كذلك هو إبراهيم غالب، يعني أنا ما أعتقد أنه إبراهيم غالب إصابته واضحة ومن بدري أصيب وعاد تدريجيا وبشكل إن شاء الله يكون جيد. إبراهيم غالب من اللاعب المميزين اللي احنا يفترض أن نحافظ عليهم، لا أن نضع اسمه دائما أمام خيارات المنتخب على أنها هي منصفة أو هي تفضل اختيار لاعبين من فريق مثلا الهلال على فريق النصر. جميل. ما أعتقد، لأنه النصر من عرفنا المنتخب السعودي، والنصر يمكن هو يكون الوقود الخاص لهذا المنتخب في كثير من تاريخ الكؤوس اللي تحققت على 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 يعني على يد نجوم ولاعب النصر.
ونايف اذا بس اخذت لي موضوع لا بس المساله عشان اعطيك اعطيك حريه الراي. المساله ما هي نصر، المساله ابراهيم غالب امس قدم مستوى اكثر من رائع، ابراهيم شرحيلي قدم مستوى اكثر من رائع، مختار فلاته قدم شايع شرحيلي قدم مستوى اكثر من رائع، مختار فلاته مع الاتحاد مقدم مستويات. طيب خلينا نتفق، خلينا نتفق على الشمراني ابراهيم غالب ما هو مصاب، كان مصاب. خلينا نتفق على امر انه من المحال الوسط الرياضي اجمع يتفق على تشكيله واحده. لا انا ما اتكلم على تشكيله، انا ما اتكلم على تشكيله، لا ما اتكلم على تشكيله، انا اتكلم على انضمام للمنتخب. قضيه انك تلعبه ما يلعب من ضمن ال 18 من برا ال 18 طيب. هذا شيء اخر عارف. جميل. الزملاء كانوا موجودين في المعسكر الاول، اليوم الاول في الساعات الاولى للمنتخب السعودي وانضمامهم للمعسكر لبطوله OSN الوديه الدوليه. اجروا عدد من اللقاءات مع نجوم المنتخب السعودي بالاضافه الى الاستاذ زكي الصالح المدير المنتخب السعودي الاول في هذا المعسكر. نشاهد ثم نعود. الفترة هذه هي الفترة المسموحة لنا من خلال أيام الفيفا، والكل يعلم أنها هي الأيام هذه يعني لعبة المنتخبات كلها يعني في أندية العالم تعود إلى منتخباتها للمشاركة مع منتخباتها سواء في المباريات الرسمية أو الودية، فإحنا فضلنا أن نستغل هذه الفترة لأن إحنا نتجمع ونستفيد من هذه المباريات لوصول إلى مرحلة فنية أفضل للمنتخب، وتكون استعداد برضو جيد مكمل إلى استعدادنا اللي راح يكون في أكتوبر لمباراتنا مع العراق. طبعا تشكيلتنا الموجودة هذا قرار فني ومن قبل الجهاز الفني هو من اختار هذه التشكيلة، ولكن لو تلاحظ أن هذه التشكيلة هي 90% ثابتة من التشكيلة الماضية سواء يمكن مباراة الصين ومباراة اندونيسيا، فما في يعني فرق كبير، يمكن يعني يمكن تقريبا 10%، وهذا الشيء طبيعي أن يعني يكون للجهاز الفني وجهة نظر بأنه يطلع على بعض اللاعبين عن قرب، وأبواب المنتخب مفتوحة لجميع من هو يستحق، وإن شاء الله لو في يعني حتى وإن كان هناك لاعب يستحق العملية ما انتهت. يعني اللي أنت شايف أن هذه المعسكر انضم لاعب أو لاعبين في الفترة الماضية ما كانوا موجودين، وهذه كرة القدم من يجتهد المدرب راح يمكن الفترة هذه ما ضم لاعب معين يكون الشارع الرياضي يراه أنه هو يستحق، لكن مو معناته انتهى المشوار، إن شاء الله الفترة القادمة موجودة. الأهم هو أن يستمر على هذا العطاء أيا كان من هذا اللاعبين، والأهم أنه لما يوصل إلى المنتخب أن يكون ثابت في المنتخب، هذا الأهم. لاعب سالم الدوسري اليوم حضر للمعسكر المنتخب وهو مصاب. سالم الدوسري حاضر، طبعا الجهاز الفني الجهاز الطبي راح يشوف وراح يشيك، طبعا عندنا برامج طبيه وعندنا كشف طبي كامل راح يتضح كل الامور ان شاء الله. بالعكس يعني كل ما كان في عدد مباريات اكثر اكيد بنصير في رتم جيد، فان شاء الله في المباريات الوديه اللي راح تقام ان شاء الله ان نقدم من افضل الافضل على مستوى اللياقه وعلى مستوى الرتم والمستوى الفني ان شاء الله. اكيد استعداد طيب باذن الله، وبطوله يعني بالنسبه لنا كلاعبين بطوله وديه، بس راح تكون بالنسبه لنا بطوله يعني مهمه تحضير حق مباراه العراق، وباذن الله ان شاء الله يحالفنا التوفيق بهذه البطوله ونفرح الجمهور. انا ماسك المنتخب نتمنى ان شاء الله في بدايه الموسم ان شاء الله تكون بدايه موفقه لنا جميعا. بطولة ودية لكن إن شاء الله دولية وتكون في مصلحة المنتخب، هذا الأهم. على ذات السياق اليوم اعتمد الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي أو الاتحاد العربي السعودي كرة القدم تشكيل اللجنة العليا لبطولة OSN الدولية الودية التي ستقام خلال الفترة من 29 شوال وحتى 3 من ذي القعدة الموافق 5 إلى 9 من سبتمبر في مدينة الرياض، مشاركة منتخبات الإمارات ونيوزيلندا وترينداد وتوباغو بالإضافة إلى المنتخب السعودي. تضم اللجنة العليا للبطولة أحمد الخميس مدير البطولة، عمر مهنا رئيس لجنة الحكام، عدنان المعيبد مسؤول التسويق، عبد الكريم الفالح المسؤول الإعلامي، نايف السبيعي المنسق العام، ومايكل دارسي ممثل شركة OSN، وغانم القحطاني ممثل التلفزيون السعودي، محمد الحميد المنسق العام للمنتخب السعودي، عبد العزيز الحسن منسق العلاقات العامة، وبدر الحربي المراقب المالي. في عمل هالبطولة أبو نايف؟ عمل جميل ورائع. أنا فقط زي ما قلت لك أنا فقط اعتراضي على فقط الأسماء، يعني أنا أحس أنه فيها يعني
لم تكن موفق. لا 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 فيها فيها اسماء رائعة. لا تروح وترجع القائمة. لا لا لأن القائمة في يعني طبعا أنا أتفق مع كل اللي ضموهم يعني حتى معتز الموسى حتى سلطان بيشي يعني ما لعبوا مباريات وضموا ويستحقون الانضمام. بس في لاعبين قدموا مستويات جيدة في أول جولتين وهم معروفين أنهم لاعبين يعني رائعين. أنا أعتقد أنهم مثل البطولات هذه حتى تحفز اللاعب يعني تحس أنه المنتخب يعني يكافئ أنه لاعب مهم في 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 دولة خصوصا لما يكون لاعب قاعد يقدم مستويات يعني رائعة مثل مختار فلاتة. يعني أنا أعتقد أنه هذا وقت مناسب جدا لمختار فلاتة للانضمام. عبد الله العنزي، الشايع شراحيلي، الشمراني ناصر، إبراهيم غالب، يعني أسماء رائعة جدا. يعني كنت أتمنى أن أشوفها في المنتخب. فواز، موضوع الانضمام والقائمة أبو نايف مش معدي. لا أنا اللي كنت بقوله أنه عشان ما نخلط في الأمر، اولا المنتخب السعودي ما هو مكافاه لاي لاعب يبرز في مباراه او قد لا يبرز في مباراه اخرى، وهذا اللي كنا احنا نعاني فيه في الفتره الماضيه انه كل لاعبتنا اصبحوا دوليين والاختيارات مفتوحه دائما. المنتخب السعودي دخل بطوله التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس اسيا 2015 استراليا باختيار المدرب الاسباني لوبيز الموجود الان على قائمه الاداره الفنيه، واختار مجموعه من اللاعبين واستطاع أن يتجاوز المنتخب الصيني والمنتخب الأندونيسي في المباراتين نفس تشكيلته حيحافظ عليها، وقد يكون إضافة لاعب أو لاعبين في المشاوير القادمة، لكن هو لازم يعيد فريقه اللي أسسه أو منتخبه اللي أسسه في البداية عشان يوقف على عطاء كل لاعب مع المنتخب، وهو بتابع أكيد في المباريات. ممكن يكون إضافة مثلا لو استمر مختار بهذا التهديف وغزارة التهديف، رغم أنه في مباراة الشباب ظهر بشكل جيد وفي مباراة العروبة ظهر مطرود، وهنا الفرق. لو استمر مختار بهذه الغزارة التهديفية قد يختار المدرب، يعني احنا مثلا نشوف يوسف السالم ما شارك، نايف هزازي موجود شارك، لكن احنا نعرف تشكيلة المنتخب السعودي في اخر مباراة يوسف السالم كان اساسي. ما نبغى نحاول نعزل صور المنتخب لما نجي ونعملها على ناصر الشمراني. اخوي فواز، هل ناصر الشمراني تعتقد انه انضمام المنتخب مكافأة؟ على الاقل انه المنتخب السعودي يعني او القائمين على المنتخب السعودي يعترفون بنجوميته، يعترفون بانه قاعد يقدم مستويات جميلة. يعني ناصر الشمراني في المباراة اللي لعبها سجل اهداف. ابراهيم غالب هل هو مثلا تكريم؟ يعني انت اخذت الكلام الانشائي او الكلام، بس يعني ابو نايف الكلام بشكل عام، ابو نايف اي يعني بشكل عام. انا اقصد انك كل يعني كل صاحب عمل، كل صاحب عمل يقدمه، كل صاحب موهبه يتمنى ان يرى تقدير الموهبه سواء من المسؤولين او من الجماهير الرياضيه. تفضل يا فواز. بعد إذنك أبو نايف، أنا اللي أقصده إذا كان المدرب الأسباني اعتمد مثلا على يوسف السالم في ضرب الكرات الرأسية وإرسال الكرة له، هذا نهج فني، وناصر يسجل مثلا أهداف ومميز، لكن ناصر له طريقة وأسلوب فنية أخرى لازم المدرب يعتمدها على لاعبه. هذا يعني من يعني أعتقد وجهة نظره قد تكون صائبة أو خطأ، أن المدرب لما يكون راسم طريقة الفنية داخل الملعب في إرسال الكرة الطويلة الرأسية لسالم يوسف السالم أو نايف هزازي، ومن خلفه بعض اللاعبين المميزين المهاريين نواف عابد أو سالم أو الفرج أو كذا، هذه عشان أرسمها. لما أجيب لعيبة جدد بس بمجرد أنهم سجلوا أو مميزين معناته أنا حغير في كل تركيبة خطتي. جميل. وهذه الخطة اللي صنعت له فوز أمام الصين. أنا فاهم كلام أستاذ فواز، لكن قد تكون وجهة نظرك صحيح. أنا فاهم كلامك أستاذ فواز، لكن أنا أقول التفاصيل الدقيقة هذه من خلال التشكيلة الـ 11 لاعب اللي داخل الملعب، لكن الانضمام للمنتخب يعني شيء آخر. أنك تضم المنتخب تبغى تلعب المباراة هذه، عندك تكتيك في المباراة هذه، أنت ستعتمد طيب على الضربات الرأسية، ستعتمد على الاختراق من العمق، على السرعة، اسمح لي بنايف، على الكرات المرتدة، اسمح لي، لأنه لو استمرنا في الموضوع حيزحف علينا الموضوع كله تشكيلة المنتخب. بس موضوع مهم على فكرة. أكيد موضوع علشان مهم أنا أرسل لي زكي الصالح رسالة. أي. قال بكرة عاد أنت صحيفة الجماهير بالرياض ما شاء الله عليك، ما أنت مخلي شردة ولا واحد حتى الدوري الإنجليزي تلاحقه.
بكره في مؤتمر مدرب المنتخب السعودي الساعه 4 حيتكلم فيه عن جميع الاسماء وعن القائمه الفنيه وعن الاسماء والاختيارات، وبالتالي بامكان واحد من فريق العمل ولا انت كرئيس تحرير انا اتشرف اني اكون السؤال اللي انا اتشرف اني اكون موجود معكم بلو مؤتمر صحفي الساعه 4 المدرب المنتخب السعودي يتكلم فيه كافه التفاصيل. شكرا استاذ زكي الصالح على التواصل. المنتخب الاولمبي اعتمد اليوم المدرب اعتمد الجهاز الفني للمنتخب السعودي الاولمبي كره القدم بقياده المدرب الوطني خالد القروني اسماء لاعبي المنتخب وعددهم 30 لاعب المشاركه في المعسكر الاعدادي في مدينه الرياض خلال الفتره من 28 الى 5 من الشهر القادم، وذلك استعدادا لبطوله التضامن الاسلامي تستضيفها دوله اندونيسيا خلال فتره 13 الى 24 من الشهر القادم هجريا، حيث يلعب المنتخب السعودي في المجموعه الثانيه بجانب منتخبات الامارات وفلسطين وتركيا، واللاعبين هم احمد الرحيلي رائد الغامدي معتز هوساوي من الاهلي، طلال عبسي وقصي الخيبر عبد الرحمن الغامدي من الاتحاد، عبد الرحمن العبيد صالح العمري ماجد النجراني وصالح العمري من القادسيه، عبد الله الشمري وعبد الله مادو من النصر، ابراهيم الابراهيم واحمد الشهري ومحمد كنو من الاتفاق، محمد العويس وعبد الوهاب جعفر عبد الرحمن البركه من الشباب، عبد الله عطيف وعبد الله العمار وعبد الله الشامخ من الهلال، حمد الجزائر الرياض وثامر شيقح التعاون، سامي المسيلي محمد الماس من الدرعيه، سند العميري من الكوكب، وعبد الله ال سالم الخليج وعبد الله طفيل نادي الشعله، وسعيد حزام من نادي ضمك، واحمد الجميعه من هجر. يضاح اخير قبل ما افتح الحديث مع ضيوفي عن الموضوع المنتخب الاولمبي، ايضا زكي اكد لي ان شايع شرحيلي موجود في معسكر المنتخب، احد الاسماء الموجوده اليوم في المعسكر. ممتاز. ابو نايف الحديث عن المنتخب الاولمبي، العمل شغال مع خالد القروني، بطوله خليجيه خلصها مركز ثاني في النهائي خسر البحرين، ينتقل الان بطوله التضامن في اندونيسيا. احنا عندنا مشكله في الفئات السنيه المنتخبات حقيقه الامر. الفرق الكبيره عاده هي الرافد الاساسي للمنتخبات، احنا عندنا مشكله الفرق اللي عندنا قاعدين يعتمدون على ما قاعدين يعتمدون على الفئات السنيه عندهم. يعني زي ما انت شايف انت الفرق الكبيره عندنا يعتمدون على شراء اللاعبين من الفرق الاخرى. اتمنى ان يكون هناك اهتمام حقيقي بالفئات السنيه، مواهب، اكتشاف مواهب من المدارس. لدينا ندره في حتى الحواري، مباريات الحواري نتائجيا ابو نايف نتائجيا الفئات السنيه جالسه تحضر في البطولات لكن ما هي يعني ما هو المأمول منها، حتى الاسماء اللي قاعده تخرج ما هو المأمول منها، يعني لدرجه انه انصاف اللاعبين ويعذروني على الكلمه هذه، انصاف اللاعبين الان اصبحت عقودهم بالملايين نظرا لعدم وجود مواهب حقيقية او مش لندرة وجود المواهب الحقيقية. الان قاعدين نشوف احنا الكرة السعودية، يعني اي نادي تقريبا خصوصا الاندية الاربع الكبيرة تجد انهم ما لا يقل عن 150 200 مليون ريال داخل الملعب. المواهب لدينا ندرة فيها. جميل. لا ليس جميل، نتمنى جميل جميل يعني مواصل معاك ترى. ايه اوكي جميل على كلام. لا ما هو جميل، الجميل ان نكتشف مواهب. ما اقول لك جميل. طيب نكتشف مواهب تكون رافد للانديه ورافد للمنتخبات. انت بغالك دوري زين، ما تبي دوري جميل. لا ولا بالعكس. فواز. بالعكس دوري جميل ممتاز. التدشين الحفل كان رائع، فقط يعيب عليه الاخراج حقيقه، مع تعذروني انا في التلفزيون. لا ترى ما نزعل من النقد احنا. ايه لا ما نزعل من النقد. إيه؟ انت لا تصير من الناس اللي يحسبونك اذا انتقدتنا بكره ما ندق عليك. لا ايه يعني انتقد عادي. النقد اللي يبني والنقد اللي يكمل ويصحح الوضع ما في احد ما يبغاه يعني. كل مؤسسه رياضيه او خارج رياضيه مع التلفزيون السعودي. طيب. ولكن الشركه العالميه تسمح لي. طيب ما دامك افتح الباب فواز والله اذا زعل فتحت الباب. عندنا مشكله في الاخراج التلفزيوني حقيقه، اخراج المباريات في الجولتين اللي راح ان شاء الله انها يعني مع فتره التوقف هذه تعدل اخطاء كثيره. اكيد تقبلونها مني انه هناك مشكله حقيقيه في الاخراج التلفزيوني. يصل صوتك فواز. القائمه المنتخب الاولمبي ابو نايف يقول ما عندنا المواهب بشكل كامل، عندنا ندره في المواهب، والواقع يقول ان المنتخبات السنيه تحضر. شفنا في كاس العالم الشباب منتخب القروني، البطوله الخليجيه الاخيره وصل المنتخب للنهائي. الاسماء اللي عديناها قبل شوي فيها خمسة ستة موجودين في الفرق في فريق أول يلعبون مع أنديتهم. خلينا نتحدث من مرحلة الاتحاد المنتخب.
أنا أعتقد أنه خالد القروني بيعمل شغل جيد، تابعنا في البطولة الأولمبية الخليجية، فاز وتصدر مجموعته ووصل المباراة النهائية. عندنا مشكلة صحيح في الفئات السنية، محتاجة إلى 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 إلى, إلى تواجد بالإضافة للجهاز الفني، تواجد جهاز آخر يختص بالتعامل، ربما اللغة العصبية وتعامل اللغة النفسية أو فكرة اللي هي ممكن من خلالها أي شخص مختص في هذا الجانب يحفز جوانب ويقلل من ضغط المباريات النهائية. يعني خسرنا أمام البحرين رغم أنه إحنا الأفضل، يحتاج شبابنا أيضا زيادة جرعة في هذه الجوانب بالإضافة للأجهزة الفنية الموجودة. أنا أعتقد أنه يعني من الآن أنا أعتقد أنه احنا نتابع تحركات المنتخب الاولمبي، شارك في البطوله هذه عشان برضه يشارك في البطوله التضامن الاسلامي، ربما ايضا يطلع منه اسمين ثلاثه، ومو بالضروره الفريق كله، اسمين ثلاثه يستفيد منهم المنتخب الاول في بطوله استراليا 15 او اللي بعدها، لانه بهالطريقه انت ممكن تصنع نجوم مميزين. كلام ابو نايف يمكن في يعني جزئيه من الصح، اللي هي عدم الاستفاده من المواهب او البحث او الكشافين داخل الحاره، لكن ايضا اتحاد عيد الجديد يعمل الان على، طبعا انا ماني متحدث رسمي عنه، بس اللي انا عرفته من خلال اطلاع اكيد، من خلال رؤيه قد يكون صحيح قد يكون غير صحيح. جميل. قد يكون صحيح الكلام ويبدا، رغم انه الاتحاد مفلس واتحاد ميزانيته فقيره والاتحاد يعاني، وفي كل مره نسمع بانه لا يملكون المال، لكن احنا نقول انه الخطط الموجوده خطط جيده، نتمنى انه احنا نشوفها في المستقبل. جزئيه ابو نايف في انا مختلف معاه في جزئيه ثانيه، بس يا ريت تذكرني هي مش جزئيه. فواز انتم اليوم ما شاء الله مختلفين على كل شيء، مش الجزئيه. لا انا اختلف، انا اختلف مع فواز. احنا متفقين على انا اختلف معك فواز، انا انظر هل يتذكر وش مختلف معك؟ يمكن يتذكر. انا يعني انا طموحي كثير كبير للمنتخب السعودي والكرة السعودية، ربما يمكن ناس يرضيهم ما يشاهدونه، يمكن ناس يقولون انه قريب، انا طموحي يعني المتنبي يقول اريد من زمني ذا ان يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، يعني ابي شيء كبير للمنتخب السعودي للكرة السعودية. أي قائم على عمل حينما يرضى عن عمله لا يتطور. يعني أنا أتمنى أن يشوف المنتخب السعودي زي كل سعودي. خلنا نأخذ من فواز رد، يمكن عنده بيت، يمكن يرد علي بيت. بس اللي بقوله أنه الإخراج التلفزيوني في الشركة السابقة صحيح أنه اتفقنا جميعا أنه ما كان جيد، بس الحين الجماعة صحيح ما وصل للمرحلة اللي احنا نتمناها، بس بالحقيقة وإنصاف لهم أفضل مما سبق، وأيضا البنية التحتية في كثير من الملاعب ما تساعد حتى المخرج في اختيار الزوايا المناسبة، لأنه ما يعرف فين يحط الكاميرا اللي تكون معه. لذلك احنا متفائلين بالشركة الجديدة أنها تقدم عمل مميز، ونحاول نساعدهم زي ما قال أخوي عبدالله، لو في الاقتراحات لو في ملاحظات توصل، بحيث انه احنا ما ننسى في الجهد اللي هم عمال بيقدموه. صحيح. طيب انا معلش بس بسرعه، عندي اخبار كثيره اليوم. دقيقه واحده، انا اول شيء ناس شاب ناس مقدمه احتجاجات وناس مقدمه. ابشر، انا ما نسفت الجهد اللي سووه. ثاني شيء انا اساعدهم بالانتقاد، ما قلنا شيء. اي لا فواز لا هو ثنى على الكلام فقط. لا كلكم ان شاء الله، انتم ما شاء الله عد رموز اعلاميه رياضيه ما يحتاج، يعني ارائكم انا متاكد انه اللي ما يكتب يصل، اذا ما كتبته فانت توصله بالسماعه ولا صحيح. بالرساله ولا باي وسيله كانت. اليوم في الجانب الدوري، دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين السعودي، حتى وهو ينتهي من جوله ويبدا في جوله، لكنه اثارته لا تتوقف عند صافره حكم او ملعب. اليوم النصر كان في حديث لمدير عام كره القدم بنادي النصر الاستاذ سامي العثمان، اللي حاولنا نتواصل معه ليكون الحديث عبر البرنامج، لكن المحاولات لم تتلقى إجابة من الأستاذ سالم العثمان، اللي أكد اليوم أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباراته أمام الأهلي من خلال الأخطاء التي وقع بها الحكم فهد المرداسي وأثرت على نتيجة المباراة.
بشهادة جميع المحللين والنقاد ومنها ركلة الجزاء غير محتسبة للاعب حسن الراهب. وقال: نحن في النصر كنا أول المطالبين بدعم الحكم السعودي وإعادة الثقة له، وكان بإمكاننا جلب حكام أجانب في عدد من المباريات الموسم الماضي، إلا أننا لم نتجاوب مع المطالب، لذلك حرصا منا على الحكم السعودي الذي لا ننشد منه سوى العدل والإنصاف ويعطى كل ذي حق حقه، بل إننا أيضا التزمنا بضبط النفس بعدم الحديث عن الأخطاء المتكررة من الحكام بحق النصر، ولم يصدر منا أي تصريحات على أمل يستعيد التحكيم هيبته ونشاهد منهم صورة تعيد الحكم السعودي. بالفعل مكانته وهيبته، إلا أننا حقيقة صدمنا في أول جولتين بأخطاء بدائية لا يمكن السكوت عليها، والخوف كل الخوف مما تحمله المباريات القادمة، وخصوصا أننا مقبلون على موسم مختلف بذلت فيه كل الفرق جل إمكانياتها وكبرت فيه طموحاتها للمنافسة. فواز، وتر التحكيم بادي بقوة، يعني مش بادي عادي، يعني تصريح من مدير عام كرة القدم، قبله من تصريح شفناه من الصدعان المتحدث للاتفاق، الاتحاد اليوم أيضا عندنا خبر بعد شوية في احتجاج، التعاون تحدث عن مباراة الفتح، الرائد تحدث عن مباراة نجران، الهلال نفسه في مباراة الاتفاق تحدث عنه تعرض لبعض الأخطاء التحكيمية، وبالتالي وتر التحكيم ضارب بقوة في الجولتين الأولى والثانية. شوف مثلا ركلة الجزاء النصراوية هذه هي مسؤولية رجل الخط، لأنه إيش قاعد يسوي رجل الخط؟ بس الكرة تطلع كورني ولا تطلع آوت، أو أنه يفترض أن يكون في حكم إضافي داخل الـ 18 عشان يحل هذه المشكلة. الحقيقة التحكيم، أخطاء التحكيم واردة في كرة القدم في كل مكان، لكن ما نقدر نحمل اللجنة كل المسؤولية، إلا أنه اللجنة لم تحسن الاختيار في 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 الحكام من الأساس، المتقدمين الشبان المتقدمين إلى مهنة التحكيم أو حبا أو هواية لهذا التحكيم، لأنه إلى الآن هو هواية غير مهنة، أنه يتم الاختيار على أساس الشخصية، على أساس الرؤية، على أساس الثقافة العامة، بعدين يتم اختياره على أساس حفظ دفتر القوانين وتطبيقها. أيضا اللجنة ما يعني من بداية الدوري ما وزعت أسماء الحكام اللي هم يعني اللي هي تثق فيهم في إنجاح المهمة، لأنه زي مباراة النصر والأهلي، زي مباراة الاتحاد والشباب، الاتحاد والشباب فيها حكم زي خليل جلال مثلا أو المساعدين اللي معاه ساعدوه، مباراة النصر والأهلي فيها حكم زي فهد المرداس جيد، لكن المساعدين زي ما شفتنا في اللقطة المساعد جالس يأشر كورنر ولا يأشر آوت وقدام الراجل وفيها احتكاك مثلا. لو افترضنا انه العملية التحكيم بشكل عام تكاملية، انا شفت شبان في من الحكام، ايه تكاملية طبعا، انا شفت شبان من التحكيم حقيقة لو وضعت صورتهم، بس انا بالشكل يعني خليني اقول اقرأ الصورة، ما اعتقد انهم لعبوا كرة قدم حتى في الحارة. يجيك رجل مثلا بدوي ورجل يعني ما بدخل كمان حتى في بدوي يروح احد يزعل ولا شيء، يعني رجل زي كذا من البيت الى انه يصير حكم، وهو ما لعب كرة قدم ولا شارك ولا يعرف حركات التمثيل في التحكيم ولا الفرق بينه وبين مثلا احتيال اللعبة او بينه وبين، يعني هذه كلها جوانب أنا ما أعتقد أنها في القانون موجودة، يعني حتى وإن كانت في القانون لكنها لا تحفظ، إنما هي ثقافة. الرجل الحكم هو ممكن نحط شخصية خليل جلال فيها نوع من الممارسة فواز أكثر، والمرداسي والحكم اللي حكم النهائي العام الماضي نسيت اسمه، عموما نحط هذول مرعي العواجي مرعي عواجي، نحطهم كنموذج ونحاول نطبق عليهم لو نسخة من الأصل. صحيح. ليه؟ لأنه ما يكون أنه يجيك حكم تشعر أنه كبير في السن وهو لساعه صغير جميل. وحضوره وانتباهه داخل الملعب ما يساعد. جميل. هذه الكلام هذا موجه لعمر المهنة، لكن في الأساس لا يمكن نسمح لا لهذا البرنامج ولا غيره من البرامج ولا من المتورمين في الإعلام انه يحاول يضرب مسابقاتنا الممتعه الجميله
بأنه هناك حكام يقصدون فوز فريق على فريق آخر، أكيد أو هناك أكيد حكام نتيجة هذه تهمه في المباراة الأخرى، لأنه اللي صاير في بعض البرامج وبعض الأعمدة الصحفية محاولة سيئة للغاية في ترسيخ لدى المشجع الصغير. أنا ما بتكلم عن الشباني اللي وصلوا الثلاثين، بتكلم المشجع الصغير إنه في مؤامرات داخل التحكيم وفي فريق مفضل على الفريق الآخر. هذا مو صحيح، في أخطاء في كرة القدم تحصل في برشلونة، تحصل في ريال مدريد، لكن نحاول أن نحسن ونحسن تحصيل الحكم للأفضل، ونحاول أن نساعده بأن نختار له المباراة الأسهل. طيب باخذك على نفس السياق ابو نايف، لكن اذكر لك الخبر اللي اليوم ايضا من نادي الاتحاد اللي يقدم مجلس اداره النادي صباح اليوم. نادي الاتحاد احتجاجا رسميا الى الامانه العامه بالاتحاد السعودي لكره القدم للمطالبه بالغاء البطاقات التي حصل عليها لاعب الفريق الاول لكره القدم مختار فلاتة في مباراه الفريق امام فريق العروبه في الجوله الثانيه ومسابقه دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، حيث تضمن الاحتجاج اللقطات والصور التي تؤكد عدم صحه قرار حكم اللقاء في منح البطاقات للاعب استنادا للائحة الانضباط المعمول بها. أبو نايف باخذك بعيدا عن الجانب يتحدث فيه فواز، فواز وجهك رسائل اللجنة للوسائل الإعلامية والبرامج، لكن خذها أنت من جانب الأندية، صوت الأندية موجود في الجولتين الأولى والثانية، وكأنهم بدأت مسألة أنه والله إحنا نخاف من الجاي، معهم حق ولا والله الحكم بشر مثله مثلهم لسه توا بادي واستعداد وإعداد، وهم ليش يصبروا على لعيبتهم؟ وتسأل عن اللاعب الأجنبي قال لسه ما دخل الفورمة، طيب الحكم اصبروا عليه. طيب بس خليني بتكلم في حاجة تفضل صغيرة على السريع وبعدين أجي للأندية. أول شيء أنا أبغى أشيد في البرنامج الصافرة في الرياضية السعودية مع الكابتن عبد الرحمن زيد والمبدع سليمان الهويمل، حقيقة برنامج يعني كسب ثقة الكثير من المتابعين، برنامج حيادي يشخص الأخطاء الحقيقية التي تحدث في الدوري السعودي. ثانيا بين قوسين أنت تقصد شيء يعني؟ لا ما أقصد، ما كأنك إياك أعني واسمع يا جارة. لا والله لا والله، بس يعني مجرد ثناء يعني. أي لا استهل. مجرد ثناء لأنهم يستحقون الثناء. الشيء الثاني يعني ما أعتقد أنه في شخص عاقل يشكك في ذمة أحد من الحكام السعوديين، لكن الأغلبية، ما هو الأغلبية، يمكن أنا الحالي، أنا أعتقد أنه الحكام السعوديين أقل من مستوى الدوري السعودي. إذا مثلا فهد المرداسي وهو كابتن يعني نؤمل فيه الكثير ويرتكب مثل هذه الأخطاء، اللي هو أي خطأ؟ اللي هو مثلا ضربة الجزاء محمد يعني، حتى قالها نواف نشوف اللقطة. لا أنا أنا ودي تجيب بقول كلام، لك كلمة واحدة، أنا ودي تجيب كلام عبد الرحمن الزيد. مخالف، أنا بقول لك كلام عبد الرحمن الزيد، وأنا وياك كنا جالسين أمس أصلا وهو يحضر البرنامج اللي كان الفقرة التحكيمية. نواف محمد نشوف، نواف ومحمد ترى نشوف اللقطة حقت مواجهة النصر، الحديث التحكيمي، الرؤية التحكيمية لهاللقطة مثل ما قال فواز، نسبة كبيرة جدا يتحملها حكم الراية، زاوية الرؤية، المكان، الحكم كان جاي يركض، اللقطة كانت تحت وماخذة جنب أقرب لرجل الراية، أنت حملها طاقم تحكيمي أقول لك أوكي، أنا حملها شخص قول فهد المرداسي والله يطلع من هذا الخطأ، أحس أنه في شخص معين، لأنه ارتكب أكثر من خطأ، وحتى في الموسم الماضي ارتكب الكابتن فهد المرداسي أكثر من خطأ. عموما هذه اللقطة مع التحكيم السعودي، إيه التحكيم السعودي قالها قبل شوي عبد الرحمن زيد في الحلقة قبل صافرة، إيه برنامج صافرة، قال هناك بعض الأخطاء ليست تقديرية، يعني هناك أخطاء صريحة إنه هذه ضربة جزاء، تتخذ أي قرار آخر معناه أنك أنت تخترع حاجة جديدة. طبعا ما قال الكلام هذا اللي تخترع حاجة جديدة، هذا أنا أقولها. ونفس اللي حدث اللي مختار فلاتة يعني بلنتي صريح، تحرمه من البلنتي وتطرده من الملعب. طيب يا اخي الان اجي الى 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 محور سؤالك انت عن الانديه السعوديه، الانديه السعوديه جالسه تستثمر، جالسه تدفع فلوس عقود بالملايين، كل بطولات تحققها فيها دخل بالملايين، سواء استثمارات الانديه سواء رعايات الانديه، وبصافره حكم يتجاهل هذا يعني كل ما يفعله رئيس النادي واعضاء الشرف والنادي. طيب المطالب الاتحاديه لهاللقطه بالتحديد معاهم حق. اوكي اسمعني، الاحتجاج رفعه الاتحاد اذا كان فعلا احتجاج صحيح
وقبل يعطيك مبدأ جديد نتمنى تطبيقه حتى لو طبق قبل أيام لقطة عبد العزيز الدوسري، لكن لو طبق الآن يعطيك مبدأ أنه مثل ما نشوف في أوروبا من حق الأندية تحتاج على أي لقطة تحكيمية في كرت أصفر في إيقاف في أي كان من عقوبة في الملعب. أنا غير متفائل. ليش؟ موجودة في لائحة الانضباط. أنا غير متفائل أنها تطبق. ليش؟ ليش؟ لأنه يتهيأ لأنه اللجان اللي تعمل عندنا في الاتحاد السعودي أني أنا لما أعترف بخطأ معناها أنا أحمل، لما ألغي بطاقات معناها أنا أحمل الأخطاء. يعني اليوم 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 يا ابو نايف اليوم اليوم لجنة الاستئناف نقضت لجنة الانضباط كثير. اليوم الأستاذ عمر مهنا أنا أحترمه كثيرا وتربطني في علاقة جيدة، كان في برنامج يو اف ام مع الزميلين طارق الحماد ومحمد الخميس يتحدثون عن الأخطاء التي حدثت في هذه المباريات. تخيل التبرير انه معسكر تكلم عمر مهنا تكلم، هذا هو عدنا قال انا ما راح اتكلم بالاجتماع الشهري. لا اجل انا حرشت سيدي عليك ابو عبد العزيز. طيب انا اجل حرشت عليه. تحدث انه في 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 معسكر تركيا هناك بعض التعديلات على مشاركه اللاعب في الـ في الـ في التسلل، هل هو مشارك في الهجمه او غير مشارك، وانه بعض الحكام ما استوعبوا. طيب اذا يعني يعني هذا عذر اقبح من ذنب حقيقه، ويعذرني الاستاذ عمر مهنا. يعني الكرة عندنا استثمارات بالملايين، لما يجيني مثل رئيس نادي النصر أو الهلال أو الشباب أو الأهلي أو أي رئيس أو الاتحاد يدفع ملايين وبصافرة تتغير نتيجة المباراة وخطأ خطأين، يعني خطأ واحد كفيل بأن يذهب كأس الدوري من نادي إلى آخر. جميل، تسمح لي؟ أسمح لك فواز بشكل سريع عشان نقفل الحديث إنه باقي لنا فقرات كثيرة. مختار فلات أبو نايف يقول والله لجاننا صعبة تعترف في الخطأ رغم أنه حدثت كثير، وأنت أكيد أبو نايف يعرفها أنه لجنة انضباط اللي هي القانونية اللي تصدر قرارات، لجنة استئناف يا ما نقضت مثل القرارات. مختار فلاتة باب جديد لتطبيق نظام مهم جدا موجود أصلا، وبالتالي للأندية حق في الاعتراض على أي بطاقة صفراء أو حمراء من حكم إذا ما كان بالفعل خطأ تقديري من الحكم. والله أخوي عبد الله أبو نايف لأنه كبير في السن وعاشر كثير من اللجان السابقة هذه يعني ترسخت عند أبو نايف، بس لأنه أنا يعني الآن شاب وعايش مرحلة الاتحاد السعودي الجديد المنتخب، فأعتقد لجانه قادرة على أنها تتفاعل مع الجماهير، لأنه احنا نتحدث في مرحلة أو زمن الشفافية والوضوح، القنوات الفضائية بتنقل كل الأخطاء الصحيحة والغير صحيحة، وعمر المهنة يعني أعتقد في حديث اليوم انه اعترف بانه في اخطاء حملتها الجوله، والنتيجه انه يعني قدم اجتماع او الاجتماع الشهري للحكام. نعم اجتماع الحكام الشهري، في اخطاء صحيح وفي مناقشات وفي صافره قد تذهب بكاس العالم، يعني بلنتي المانيا ضد الارجنتين في ايطاليا 90، انا يعني يمكن اجيبها بالذاكره الحين. بس يعني ماني اقول بان الكبير الحين. لا انا يعني 100% لكن انا اقول في 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 صافره تاخذ من بطوله من فريق لفريق، ولكن احنا اللي نبغى نوصل له على مراحل في جانب التحكيم، اولا على لجنه التحكيم ان تختار الحكام المميزين للمباريات الجماهيريه الثقيله، محاوله تطوير حكامها وتحسينهم من خلال المشاركه في كثير من المباريات حتى وان كان على مستوى الخليج، ثالثا اختيار نوعيه الحكام قبل ما يصيروا حكام، ما هي العوامل اللي من خلالها أنا أستطيع أعمل مقابلة شخصية مع الحكم أعرف هذا يفهم ولا ما يفهم، لأنه الفهم غير والحفظ والدراسة والحب الحاجة غير، الفهم أنه هذا رجل يفهم مطلع يعرف ممكن في نفس اللحظة يفكر ويتابع اللقطة ويصفر. عموما الصافرة قد تذهب بالبطولة، لكن إحنا من الضروري نحط يعني خط أحمر وثابت على أن لا نسمح لأحد بأن يشكك في ذمة حكامنا. صحيح. اللي هم التحكيم كرة القدم، وأيضا أن لا نسمح بأنه في فرق تأخذ بطولات على حساب التحكيم. صحيح تحدث، ولكن أنه هذه إذا أمننا بهذا معناته إحنا ما عندنا مسابقة. جميل. شريفة، ما عندنا مسابقة نظيفة، إذن إحنا ليش نعمل دوري ما كل فريق يجلس في ملعبه ويحضر جمهوره عنده ويجلس يستعرض قدامه. جميل. أبو نايف بشكل سريع.
بشكل سريع، انا ما اعرف الاستاذ فواز يسمعني ولا احد قاعد ينقله. لا هو ترى اعترض على قضيه نقل اول شيء الكرت. اي اول شيء انا اقول لو اتفق معك في اي ذلك. انا اقول انه اخطاء، في اخطاء، هو قال في اخطاء، انه يجب عليه الانتقاء الحكام بشكل جيد، قال هو يجب انتقاء الحكام بشكل جيد، نحن لا نشكك بدمهم، قال نحن لا نشكك بدمهم. هو معترض على ايش؟ يمكن هو واحد ثاني ما ادري هو يسمعني، انا او واحد ثاني قاعد ينقل الكلام، ماني عارف. انا ابو نايف، ابو نايف انا ما اوجه لك الكلام، انا بس اخذ في الاعتراض في الجزئيه اللي هي مثلا اللجان ما ممكن تتخذ مثل هذه القرارات، لكن لما اذهب في حديثي اذهب باتجاه المشاهد المتابع، انا ما اوجه لك. طيب نشوف، اسمع، العين والراس. هل يتم الغاء بطاقات مختار فلاتة ولا لا؟ نشوف. طيب انت تقول ما يصير انا اغلب الظن عندي، طيب اغلب الظن انه وفواز يقول يصير. خلينا نشوف موضوع العروبة. الحديث امس كان كثير على نادي العروبة، انه والله ملعب العروبة مظلم والظل فيه يمكن يعني قاعد يمشي مع اللاعب بنفس شكل اللاعب بشكل يعني مربك. استغربوا الجميع والكثير يعني انتقد انه يعني العروبة صاعد من دوري ركاء من نهاية الموسم الى بداية الموسم لم يتم اي عمل. اليوم كان في حديث المتحدث الرسمي باسم نادي العروبة تيسير العيد انه اشارة لما تم تداوله يوم امس وسائل الاعلام والبرامج الرياضية حول سوء إنارة ملعب نادي العروبة والتي أقيمت عليها مباراة العروبة والاتحاد بالجولة الثانية دوري عبد اللطيف جميل. أكد أن إنارة ملعب كافية وجيدة، وذلك بتقرير صدر من الشؤون الفنية برئاسة العملية الشباب لدى إدارة النادي نسخة منه، وأن العتمة بالمباراة أمس كانت بسبب سوء الأحوال الجوية التي كان يؤثر عليها الغبار. وأشار العيد أنه حسب بيان الدفاع المدني بالجوف أمس أن مدى الرؤية الأفقية ليلة البارحة أقل من 2 كيلومتر لمنطقة الجوف بسبب تأثير الرياح النشطة المحملة بالغبار والأثري، ومؤكد أنها لم تكن بسبب سوء الإنارة. ولفت الانتباه إلى أنه بإمكان البعض يرجع لمباراة دوري ركاء اللي كانت في آخر الموسم يتأكد من الإنارة. تفضل أبو نايف. هناك سوء في الملاعب السعودية، وخصوصا من الشؤون الفنية بالرئاسة، وخصوصا الملاعب يعني الأندية ليست الرياض ولا الشرقية ولا جدة أو مكة، هم ملعبين الخرج والعروبة. وهناك أيضا سوء أحوال جوية، كان في هناك غبار أمس في المباراة يعني ملاحظ فيها، ولكن هذا لا يعفي من سوء الإنارة حقيقة. ويعني أنا شفت لقطة في مباراة الاتحاد، الجماهير تصلي في نفس المدرجات، في نفس مدرجاتها صافة تصلي، لا يوجد مسجد في في الملعب. فواز، إيضاح العروبة حول الإنارة. والله أنا يعني طبعا المباراة يعني بالتلفزيون أشوفها الإنارة ضعيفة، مين مثلا زي مباراة النصر والأهلي، لكن ما أدري في طبيعة الملعب هناك الحاضرين اللي بيشوفوا المباراة بيشوفوا هذه. وبعدين الملاعب مثل الشعلة، مثل ملعب الشعلة في الخارج أو ملعب العروبة، هذه يمكن أدوات مساعدة للفريق في كسب المنافسين، يعني يستغلها في مكسب المنافسين. لكن الإنارة هي من يمكن الأسباب الرئيسية أو الأشياء المهمة في إقامة المباراة. أكيد في مراقب إداري، مراقب فني، مراقب إيش ما يكون اختصاصه هذا الجانب. أكيد إذا المراقب تحدث بأنه الإنارة جيدة فهي جيدة. طيب اليوم أعلنت الإدارة الشبابية عن توقيع عقد احترافي مع اللاعب عيسى المحياني لمدة موسمين مبلغ 4 ملايين ريال بواقع 2 مليون في السنة. اللاعب عيسى المحياني كان سابقا في نادي الأهلي واستلم مخالصة مالية، قبل ذلك كان في الهلال وقبله كان في الوحدة. أبو نايف، عيسى المحياني مكسب للشباب، كان الشباب بحاجة لاعب مثل عيسى ليكمل مثلث مع مهند عسيري ونايف هزازي. الشباب فرط في ناصر الشمراني، الشباب فرط في مختار فلاتة، والآن دخل في سكة يعني المنسقين، والأخشى على نادي الشباب أن يستمر في هذا الطريق، لأنه يعني لن تأتيه البطولات بهذه الطريقة. الكابتن عيسى المحياني أنا نصحته عن طريق تويتر حينما انتقل من الهلال إلى الأهلي، قلت أنه هو ذهب من دكة الهلال إلى دكة الأهلي، وسيذهب أيضا إلى دكة نادي الشباب الاحتياط. أتمنى أنه شاف له نادي يلعب أساسي، ربما يعود هداف الدوري سابقا أيام ما كان في الوحدة. طيب فواز، كيف شايف صفقة عيسى المحياني للشباب؟
والله الشباب ضيع اللاعب تيغالي، اعتقد اسمه تيغالي اذا ما خانتني الذاكره كالعاده. تيغالي هداف، وانا اعتقد الان انه زي ما قال ابو نايف جاب من دكه الى دكه. والمحياني اعتقد انه رضي والدين، لانه اللاعب يمكن السعودي الوحيد اللي بيستلم ما شاء الله تبارك الله وعيني عليه بارده مقدمات عقود، وهو جالس يمكن حتى يعني وهذه يعني من التساهيل لبعض اللاعبين، لكن المحياني كان يعني برضو انا اقول لك نصيحه، كان يفترض ان يعمل على نفسه مع فريق يشارك فيه اساسيا وان يحافظ على نجوميته، لانه هو كان مشروع لاعب مهاجم جيد. لكن انا نسيت الحين حتى تفاصيل الاداء المحياني، لانه من زمان اذكره من ايام المنتخب السعودي اللي قبل الهولندي ريكارد، ونسيت لاعب يعني كأنه شخص يخرج من الظلام. لكن أتمنى له التوفيق، لاعب يمتاز أنه لاعب خلوق، ولكن أيضا الأخلاق يعني والروح العالية ما لها علاقة أيضا في النجومية داخل الملعب. طيب إذن الحديث القادم سيكون عن ردة الفعل الجماهيرية اللي معتادة نطرحها لكم نرصدها دوما بعد كل جولة لكافة المباريات. بالأمس كان لنا ردة الفعل المباريات اللي قبل، اليوم لدينا ردة الفعل الخاصة في مواجهة الأهلي والنصر بالأمس اللي انتهت سلبية بين الفريقين. نشاهد رصد الجماهيري ثم نعود. والله النصر اليوم انا اعتبر انه مهزومين صراحه، اقول الجمهور الشمس هارد لكم هارد لكم. اولا بتكلم عن كارينيو، صراحه اليوم تبديلات ما هي منطقيه ابدا، نحب كارينيو نبي كارينيو، لكن تبديلات اليوم ما ادري ايش المنطق في التبديلات اليوم. اي تبديلات تحديدا في التشكيله الاساسيه او في تبديلات اللي وسط المباراه؟ لا اللي في وسط المباراه، اول شيء السهلاوي اسحبه نهايه الشوط الاول، ما يبقى ابدا السهلاوي من بدايه الشوط الاول ما يبقى. والله النصر الصراحه المستوى مو زي المستوى المعمول، يعني المدرب يعني في عنده عناصر متعدده لكن اتوقع انه ما وظفها بالشكل المفروض. يعني طال عظيم لو في شويه حظ النصر خارج 3-4 اليوم يا شيخ. الله يرحمه، واحنا بدنا الله يرحم والديك. خليهم كل الاصرار الشوط الثاني، كل واحد يتكلم فريق، كل واحد يتكلم فريقه، كل واحد يتكلم فريقه. والله تفرج حق المره اللي فاتت نصر يقول لك حاضر المره، اقول لك يمين بات الله باب واحد حرام. شوف حقاقه للحق، هي هجمه الاخيره حق نصر اللي صار درجه 18، غير كذا اقسم بالله لو عندنا بس عماد حق العام السنه هذه بلاش فيكتور عجب. تمام يمين بات نكسين 3-4 اقسم بالله. بس للجنه الحكام بس ورديش الحاجه الثانيه، الرساله وصلت حق النصرويه على الحكام، تغيير الحكام ولا مرات الدائره. انا مستغربين على فكره، احنا اربع دقائق العنيزي، اربع دقائق العنيزي طايح على حاسبها مصاب يا سيد، ما اعطانا هذا دائما مصاب على فكره. انا زيد مخرب المباراه، مو ذنبي على المصاب. طيب الله يعطيكم العافيه. وليد بخشان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نندم عن المباراه دي زي ما ندم عن مباراه الفتح. التعادل في ارضك ضيع، ان شاء الله باذن الله باذن الله السنه هذه الاهلي غير باذن الله. يعني انت شايف كذا اليوم النصر فايز؟ لا هو افضل ليش؟ انه مباريات في ارضك لازم تفوز. لا لا النصر هذه السنه رايح بعيد، لازم تفوز، لازم بعيد الان ارضك، في ارضك لازم تفوز. طيب. الله يعطيك العافية إن شاء الله، الله يعطيك العافية. عموما السؤال للجنة الحكام، ليش ثلاثة مرات يتغير الحكم؟ كيف إيش السؤال؟ الحكم يتغير ثلاثة مرات، سؤال للعمر المهنة يعني ليش؟ أقنعني يا أخي ثلاثة مرات، طب العريني أنحط، ليش رجع انشال؟ ما نبغاه، العريني ما نبغاه. مين ما يبغاه؟ جمهور النصر وجمهور الأهلي ولا لجنة الحكام ولا مين؟ لجنة الحكام. طيب يا أخي سؤال كبير، سؤال كبير. بالعادة الزملاء بنايف يرصدون عدد من الجماهير، لكن كان في حوار جميل بين أهلاوي ونصراوي، يعني الأجمل فيه أنه يعني داخل الحدث، يعني حتى لو كان فيه شوية قوة لكنه داخل الحدث. أمس أنا أعتقد أنه الأهلي يعني قدم مباراة أكثر من رائعة ومستوى عالي، أيضا النصر تقاسموا المباراة حقيقة الأمر، الفريقين يستحقون التعادل ما عدا ضربة الجزاء اللي كانت يعني كفيلة يعني بنقاط المباراة، ولكن كمستوى فني أنا أعتقد أنه الفريقين تقاسم الشوطين، قدم مباراة أكثر من رائعة، نجوم المباراة كانوا على يعني في مستوى الحدث حقيقة. جميل. فواز، ردة الفعل الجماهيرية كان فيها أسئلة كثيرة، أن المشجع النصراوي يسأل عن تغير الحكم،
المشجع الأهلي كان يتمنى وجود عماد فقط ليترجم كل المجهود الأهلاوي ليؤكد فيه بأنه كان الأفضل بالأمس. والله الأهلي يعني يمتلك جهاز فني حقيقة قدير ومعروف، وجهاز فني ثقيل، وخطته وطريقة أدائه في الملعب ثقيلة، ويحتاج أعتقد أسبوعين ثلاثة حتى اللاعبين يصلون للفكر العام للمدرب، وهو يشتغل على الاحتفاظ بالكرة وعلى تملك المباراة ويصبح صاحب المبادرات دائما. هذا على مستوى الأهلي. صحيح عنده مشكلة في الهجوم، إصابة فيكتور يعني أثرت عليه كثير، لكن أعتقد مع الأسابيع القادمة أو البطولة الأسيوية، عنده مشوار مهم في البطولة الأسيوية، أعتقد أنه الأهلي يذهب إلى الأفضل وإلى الأعلى. النصر أيضا زي ما قال المشجع النصراوي، النصر سيذهب للبعيد لأنه الفريق أصبح لديه أوراق موجودة على دكة البدلاء وأيضا في الملعب. التغيير الحكام أعتقد في يعني التزام للعريني خارج المملكة والتزام وكذا، فأصبح لدى لجنة الحكام مهم أن تختار حكم لهذه المباراة، وأنا أعتقد زي ما قلت الحكم فهد المرداسي من الحكام الجيدين اللي أنا أتوقع هذا الموسم زي ما وعدني هو أنه حيكون واحد من أفضل حكام الموسم. أتمنى ذلك لجميع الحكام. ردة الفعل القادمة كانت في مواجهة الخرج ما بين الشعراء والشباب اللي شهدت هدف ليث الشبابي نايف هزاز، شهد ردة الفعل الجماهيرية. والله الشباب كله مدافع، كل اللعب كله دفاع، وشلون تبغانا نسجل؟ ما اليوم ما حالفنا الحظ، الحظ الحظ مع الشباب دايم. ولا الشباب قوي؟ لا الشباب فريق كويس بس الحظ معاهم. انا اقول الشعلة اليوم لعب صراحه ينقص الحظ، ولا لعب الشباب يعني ما هو بالوسط يعني. من سبب بهزيمه الشعلة؟ الشعلة نفسه، الشعلة نفسه. لا ما سبب، كل واحد له. يتحملون اللعيبه كلهم المسؤوليه، لكن صراحه الشعلة اليوم مستوى افضل من الشباب. تتفق ان الطرد صحيح؟ الطرد صحيح. ليش اذا صار مثلا في مشكله بعض الناس تحط الحكم شماعه؟ لا احنا الجمهور الشباب ما نحط الحكم شماعه. الله عليك. اي نعم. ممتاز. طيب نقول لك مبروك. الله يبارك فيك. وش تحب توجه لفريقك؟ والله بهم يقدمون في مباراه الاسيويه، اهم شيء الاسيويه يثبتون وجودهم، خاصه عندي اللاعب سعيد الدوسري. ايوه. انه يرجع مستواه متراجع ترى. في المباراه اليوم؟ لا اليوم ما قدم مستوى سعيد الدوسري صراحه، في علامه استفهام من اللاعب ذا، ما يقدم مستوى ولا شيء. شعوريه اول شيء هذا تهاون من فرناندو وتهور في مكان غير انه خطير. وش اسمه؟ وطالب برودوم والاداره معاقبه فرناندو. ممتاز. هذا كان السؤال الثاني. يعني مثل هالنوعيه من المباريات يعني تحتاجون ان الفريق يكون متكامل يعني بدون اي طرد، فلما يجي لاعب تهور هل الجمهور الشبابي يثور يقول لا نتمنى انه يكون في مثلا لائحه معينه زي ما اخترع الاستاذ خالد البلطان اللائحه الداخليه حقت النادي؟ هي خالد البلطان وش اسمه، اقول ميت خالد البلطان معاقبه فرناندو لاعب متهاون، وبعدين فرناندو مع احترام شديد لا يلعب من غير روح. والله سجل هدفكم الوحيد مع الاتحاد. وش هو ما هزاز اللي مسجل هدف؟ هو مسجل في الاسيويه، هذه حظ. واتمنى، انا طالبت اول في القناه الرياضيه بالغاء عقد فرناندو ونريد مغادرته مع احترام شديد، يلعب من غير شعار. لا انا زعلان عشان فرناندو اولا، وسيد الدوسري ما قدموا اللي نطلبه منهم كجمهور الشباب. طيب برودوم طلب ان فرناندو يبقى. طيب بسألك سؤال بسيط، قبل لا تدخل المباراه كم توقعت النتيجه؟ والله توقعت 2-0. من حق الجميع ابداء الراي، لكن للامانه فرناندو يعني لاعب سوبر ستار، واعتقد لو الشباب بس فكر تفكير بسيط حتى هو بالعمر اللي فوق الثلاثين يا كثر الاندي اللي تتمناه. في ختام هالحلقة شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لبرنامج الحدث الرياضي، وشكرا أيضا للضيوف الكرام هنا في الرياضة الإعلام الرياضي توفيق الخليفة. أبو نايف شكرا لك. أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر الأستاذ فواز الشريف أيضا، ويتحملنا على المداخلات. بالعكس كنتم ما شاء الله ثنائي اليوم. شكرا أيضا لضيف الآخر هناك في جدة الإعلام الرياضي فواز الشريف. فواز شكرا لك. شكرا عبد الله، اشكرك واشكر الاستاذ والزميل والشاعر والعزيز توفيق خليفه،
واتمنى ان تكون حلقه اسعدت المتابعين. احنا اسعد فيكم ان شاء الله، يطيب اللقاء بكم ان شاء الله مجددا عبر برنامج الحدث الرياضي. مشاهدينا الكرام، الى ذلك الحين تصبحون على خير، الى اللقاء. جميل السعودي المحترفين، ضربة البداية إذن المنتظرة في الجانبين راح تكون مع فريق الرائد في مباراة اليوم بالتوفيق الفريقين في تقديم مباراة جيدة. مباراة أخيرة جمعت بينهم في أرضية هذا الملعب، وكانت الفريق النجراني يعني ما تهمه بشكل كبير، وكانت تهم الفريق الرداوي تذكرون، وكان يسعى للمركز الثامن وفاز فيها وتأهل لكأس سيدي خادم الحرمين الشريفين. ضربة البداية بسم الله الرحمن الرحيم الأردني والبديل لجهاد حسين يلعب كرة الآن أمامية رأسية تمر خارج أرضية الملعب. أول المحاولات الخطيرة لصالح فريق نجران. اليوم ملعب الخدود بشكل مختلف وجديد، ما شاء الله تبارك الله، إضاءة جديدة، الأرضية جميلة ما استخدمت أبدا، لكن بالتأكيد متوقع أنها تستخدم بشكل كبير. الأرضية بحالة رائعة جدا، الكشافات جديدة، ساعة ملعب جديدة، ما شاء الله تبارك الله، الأجواء مختلفة في أرضية هذا الملعب. وإن كانت المدرجات الشرقية أو المقابلة للمنصة إلى الآن لم تفتتح في زيادة الطاقة الاستيعابية لملعب نادي الأخدود، الملعب اللي يلعب فيه الأخدود نجران بدرجاتهم وفئاتهم السنية وتمريناتهم. فشوف كيف الضغط يكون على أرضية هذا الملعب. فبالتالي الصورة اللي تشوفونها الآن لأرضية الملعب متوقع أنها ما تستمر بنفس الوضعية، وصورة جميلة لأرضية ملعب الأخدود، ملعب نادي المقرر لنادي نجران. كرة ملعوبة الآن حسان المنبوب يلعب كرة الآن لدوس سانتوس البرازيلي، يلعب كرة في الجهة اليمنى صالح آل دويس. دوس سانتوس البرازيلي 190 سنتيمتر يحاول، الكرة مقطوعة.